أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة الكافر إذا بدأ هو بالمصافحة؟ ما يقولون لا يجوز هذا، يقول الشارح لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يعني يقول: المصافحة كما سمعتم تحط الخطايا، وهذا كافر ليس في مصافحته قربة إلى الله ولا طاعة لله. نعم. لكن إذا سلم عليه يرد عليه يقول: عليكم، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. نعم.